انتشرت السلطات المغربية جثة الطفل ريان إثر سقوطه في بئر عميقة بمدينة شفشاون شمالي البلاد قبل 5 أيام بعد محاولة شهدت جهودا كبيرة لإنقاذه. وكان ريان البالغ من العمر 5 سنوات يلعب بالقرب من بئر يزيد عمقها على 30 مترا قبل أن يسقط فيها. وفيما جرت جهود الإنقاذ وسط صعوبات، اضطرت الفرق إلى العمل يدويا في المراحل الأخيرة للإنقاذ خوفا من انهيار التربة. أثار نبأ وفاته حزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين ظلوا على مدى أيام يتابعون سير العمليات أملا في نجاته.